مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير شوربة اللقطين. عندي 700 جرام لقطين قطعتهم بهيدي الطريقة، رققتهم ليستووا بوقت اسرع، ومي، وحوالي 4 معالق طعام زيت نباتي، ربع ملعقة صغيرة كمون ناعم، وربع ملعقة صغيرة ملح، ومكعب ماجي، وبصلي بهيدا الحجم. لبلش الطريقة انا وياكم. بسم الله. بحط الزيت بالطنجرة وبقطع البصلي بهيدا الشكل، بحط البصلي فوق الزيت وبقليها على الغاز ليصير لونها أصفر. بصرت البصلي بهيدا الشكل، هلأ بحط اللقطين فوقه. بسم الله. هلأ بحط فوق المي. بسم الله. كوب، 2، 3. حطيت فوقهم 3 كواب مي، هيدا حجم كوب المي. بحركهم مع بعض، بغطي الطنجرة وبتركهم يغلوا. غلوا بهيدا الشكل، خفف النار تحتهم، خليهم يغلوا على رواق بهيدي الطريقة ليستووا. هلأ بتأكد من اللقطين انه استوى. استوى اللقطين، صار ينكسر بالملعقة دغري. بحط فوقهم الملح والكمون، وكمان بحط مكعب الماجي. بحركهم مع بعض منيح، بغطي الطنجرة وبتركهم يغلوا شي 5 دقايق بس ليدوب الماجي. بعد ال5 دقايق بس داب الماجي وصاروا بهيدا الشكل. هلأ بطفي تحتهم الغاز. هلأ بدي احطهم بالخلاط ونعمهم. بسم الله. هيدي الشوربة بعد ما نعمت، بعد في تقريبا قد هولي نفس الشي. فضيهم بالصحن. بسم الله. بهيدي الطريقة بحط عرق بقدونس صغير بس للزينة. هيدي شوربة اللقطين اللي عملتها أنا وياكم، بتمنى تجربوا الطريقة وتعجبكم. إن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. The English recipe for this video is in the description box. Bye bye.